ومتابعة للحالة الجوية، يسرنا أن يكون معنا حنين الذوادي رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك أستاذة حنين. طبعا تتأثر مملكة البحرين بحالة جوية غير مستقرة خلال الساعات القادمة وحتى صباح يوم الثلاثاء، حدثينا عن آخر التطورات فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الساعات القادمة. إن شاء الله. في البداية حياكم الله متابعينا الكرام. طبعا نقدم لكم آخر تطورات الطقس لهذا اليوم. طبعا تم رصد تكون بعض من الخلايا الرعدية على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي تتحرك باتجاه الشرق باتجاه مملكة البحرين. طبعا من المتوقع وصولها على فترات مختلفة. طبعا راح ممكن نحصل منها اللي هو تساقط لأمطار بتكون متفاوتة الكمية على بعض المناطق ومصحوبة طبعا ممكن تكون بهبات شديدة السرعة أحيانا، ومع استمرار طبعا الأجواء الغير مستقرة نتمنى طبعا من الجميع أخذ الحيطة والحذر، خصوصا مرتادي البحر، لأن هذه ممكن هي تتكون بصورة سريعة جدا هذه السحب الرعدية، فنتمنى السلامة للجميع. نعم أستاذ حنين، هل من إرشادات طبعا أو تحذيرات تودون توجيهها لمرتدي البر والبحر؟ اي نعم، طبعا نتمنى منهم أخذ الحيطة والحذر. طبعا هذه الغيوم الرعدية من المتوقع منها أن مثل ما ذكرت أن هي تسبب طبعا هبات شديدة السرعة، بالنسبة للبحر ممكن تسبب اللي هو هيجان للأمواج، بالنسبة للمسافرين على الطرقات البرية تتسبب لهم أيضا بتدني للرؤية الأفقية. نعم. نتمنى منهم أخذ أقصى درجات الاحتياطات ونتمنى لهم السلامة إن شاء الله. نعم إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على مملكة البحرين، ونتمنى أيضا نحن بدورنا السلامة للجميع. الأستاذة حنين الذوادي رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.